صحيح الوقت حكيت عليه برشا وقت كومبليكي برشا كيف ما حكيت فسرت لي في نهاية موسم في فترة انتقالات في كل لاعب عنده ظروف دا احنا حتى الموسم الفارق الوقت هذا كنا في نفس الوضعية الحمد لله عرفنا كيفاش نتعامل مع الفترة هذه خلينا اللاعبين مركزين يمكن زاد الحافز كونه كان ثم كأس عالم زاد عوالنا أكثر اليوم نفس الجدية نفس الانضباط المنتخب التونسي اليوم عنده صنعة يدافع عليها نعرف اللي ما ثماش مباريات ودية بقدر ما هي مباريات تحضيرية ثم كلاسمون فيفا موجود اون كونسيديراسيون ثم اللاعبين اللي لازمهم يأكدوا أحقيتهم والمستوى والثقة اللي تعطت لهم باش يكونوا متواجدين دونك كل الجدية وكل الانضباط في التعامل مع زوج مباريات هذوما ما عندناش مباراة ودية ومباراة رسمية باش نتعامل معهم كأنهم مباريات رسمية زوج. شكرا. صحيح حكيت معاه كيما غيره تقريبا جل اللاعبين تكلمنا مع بعضنا ياسين الخميسي نعرفوا قيمة ثابتة كان متواجد معنا في المونديال التربص الأخير تعرف الإصابة في آخر لحظة التربص هذا رغم اللي توا يلي بيرفورمون ياسين امبارح بركا يدور يسجل ونهنيوه الترشح نتاع الفريق نتاعو المتابعة متواصلة الاتصال متواصل كيف ما حكيت لك خيرنا باش نعطيه فرصة شفنا حمدي العبيدي هيثم الجويني كان موجود في الفترة الأخيرة بعض اللاعبين دائما في فترة كونك كيكون مسموح عادي جدا باش الناخب الوطني والا الاطار الفني يشوف حلول الاخرى ويشوف بعض اللاعبين الاخرين لكن ياسين الخميسي يبقى دائما في قائمه المنتخب وان شاء الله في التربصات القادمه يكون موجود معنا. كي قلت ثم بعض اللاعبين اللي شخصيا نعتبرهم اونتر بارونتيز برضه الكره ظلموا حكيت اللي اسامه الحدادي في الكوب دي موند كان من افضل اللاعبين اللي بلو بيرفورمون احنا نتابعوا فيه في الشامبيون تاعو قائم مردود ممتاز من اكثر اللاعبين مشابه عنده دي بيرفورمانس خارق العادة في البطولة تاعو يظهر لي اليوم حق وسامح حدادي ماهوش جديد على المنتخب التونسي صارت بعض الغيابات اليوم وسامح حدادي خدا مكانه الطبيعي ان شاء الله ربي يوفقه معنا. بالنسبة لوائل الخزري ابن المنتخب ويبقى باب المنتخب وتمنينا وانا حكيت عليه في التربص الفارق دونك ما يستحقش دعوة هو لاعب اللي نحبوه نقدروه نحترموه برشا على الجانب الانساني والجانب الرياضي دونك خذا قرار فردي قرار هو مسؤول عليه نحترم القرار تاعو لكن وقت ما غير برشا ضغط نتمنوا باش يكون موجود معنا وقت اللي هو يرى اللي باش يتراجع على القرار تاعو اكيد وهبي الخزني نتمنوا باش يكون موجود معنا لكن كوني حكيت معه في الموضوع هذا لا نتصلوا بصفه انسانيه معناتها نسالوا عليه نفس الشيء كما اللاعبين الاخرين حتى كيقوم بيرفورمانس باهي وقت يتعرض لاصابه طمنا عليه دونك العلاقات موجوده دائما لكن مساله رجوعه للمنتخب ماهيش مطروحه بالنسبه للاعبين صحيح هذا الهانديكاب اللي حكيت عليه لكن الحمد لله اليوم المنتخب التونسي عنده اطار فني قاعد سهل على كل كبيره وصغيره ثم متابعه كبيره احنا على ديستانس كوسوا حنبا كوسوا هيثم الجويني كوسوا عده لاعبين في راس العربي في الامارات دونك هذوما عده لاعبين اللي فات الشامبيون تاعهم كنا باتصال دائم كان ثم ان بروغرام دو ترافاي ا ديستانس وثم ان سويفي كامل كل يوم نعطوهم برنامج العمل ويجينا ان رابور افيك الجي بي اس دونك عندنا لي دوني كل والحمد لله اللاعبين هذوما حتى ديجا انا ما كملتش التقديم تاعي التربص تاعنا صحيح ينطلق يوم 12 لكن فعليا على ارض الواقع بينا من يوم 6 اللاعبين اللي كانوا معاد على الكومبيتيسيون كانوا متواجدين توا ديجا احنا في تربص ان ستاج اوفير لي جوار كل ثم ان بروغرام على كارت ان ترافاي على كارت موجود لكل لاعب حسب برنامجه حسب المؤهلات والوضعيه البدنيه تاعه وقاعدين نتابعوا فيهم وان شاء الله يكونوا في افضل حالاتهم. ما هو سيف الدين خاوي ثم حتى حكايه موجود هو نفسه سيف الدين خاوي ابن المنتخب لاعب في المنتخب الستاج اللي فات كان كونفوكي معنا تعرض للاصابه بالنسبه لنا احنا نعرف ما نحبش نرجع معناتها الحاجات اللي صارت قريب اليوم سيف الدلخاوي كيما الياس صغير كيما عندك لاعبين فان كونترا خيرنا باش نعطوه فتره يتاقلم مع نادي جديد ان شاء الله يوفقوا في كونترا جديد ابواب المنتخب مفتوحه لسيف الخاوي يبقى ابن المنتخب. يعني باليسار قبل ما تحكي معاه؟ نحكي معاه. يعني شنو اللي صار؟ ليه على اخر مره كيف فسرتنا حكيت الضربه وعلاش ما جاش للمنتخب وهو هبط التدوينه يعني مازال الكوميونيكاسيون مازالت معنا شوف في المنتخب معناتها ما تعملوش بالتدوينات والريزو سوسيو شنو هو يحكي سيف الخاوي شنو يتكلم هذا احنا ما يعنيناش احنا بالنسبه لنا سيف الخاوي ابن المنتخب لاعب موجود في القائمه الموسعه تاع المنتخب
الطلب السلطان وجهنا له الدعوه قال لي انا مصاب، احنا دائما نصب بحسن نيه، اذا فهم امور داخليه تتفض داخليه، لكن بالنسبه لينا في اذهان كعائله تاع المنتخب ما عندناش مشكل اسمه سيف الخاوي، سيف الخاوي لا عبد المنتخب وقت يستحق الدعوه ان شاء الله يكون موجود معنا. بيان سور الرونبون تاعه هو اللي يحكم عليه. بالنسبه لنا هي مباراه اكثر من رسميه، نتعاملوا مع كل المباريات بنفس الجديه، مش على خطرها ضد المنتخب الجزائري، لا كل مبارياتنا نحضروهم بنفس الدرجه تاع التركيز. اليوم نحكيوا على المستوى العالي، نحكيوا في منتخب تونس، نحاولوا نستغلوا احنا عدد المباريات من هوني حتى انطلاق فعاليات كاس افريقيه معدودين، ما عندناش عدد كبير من المباريات، دونك نحاولوا كل مباراه نستغلوها كافضل ما يكون باش نشوفوا حلول تكتيكيه، نشوفوا بعض اللاعبين، بعض الافكار اللي نحبوا نشوفوها على الميدان، دونك باش نتعاملوا معها بجديه كبيره كيفها كيما مباراه اللي تسبقها مباراه غينيا الاستوائيه. بون ما نحبش نبقى نجبد كابركا، لكن لو فات كونهم موجودين في قائمه المنتخب سيكو عندنا فيهم الثقه، ما نجيبوش لاعب احنا كفيغورون جوست انه موجود، لا اللاعب اللي موجود هو باستحقاق. اسامه بوغر، حمدي العبيدي راه يمكن الناس نسات شويه في التربص اللي فات، صحيح ما كانش في اول قائمه، لكن بعد اول ما تعرض يوسف المساكن الاصابه عيطنا له اللي هو كان موجود معنا في ليبيا، دونك عندنا ثقه في اللاعب هذا، هو ابن المنتخب اكيد اكيد ان شاء الله نلقاو الامكانيه باش ياخذ طون جو اللي يستحقه ويؤكد الامكانيات تاعو، قاعد يقدم في موسم ممتاز، لاعب اللي عنده امكانيات محترمه جدا، ان شاء الله ربي يوفقه، مازال لاعب شاب ان شاء الله، برشا خدمه وبرشا تركيز، ننتظروا برشا من اللاعب هذا. بالنسبه وائل الدربالي نفس الشيء كيما لوفان كل، دونك قدم فتره موسم كامل مع لوفان، يقدم في مستوى محترم جدا، لاعب مؤهل باش يكون معناتها على مستوى عالي، ان شاء الله ربي يوفقه، كان ينجم يكون متواجد معنا في القائمه هذه. اليوم خيرنا باش نعيطوا الاسامه عبيد، هو سامي شوشان، غيث الوهابي، دونك سي اون شيء مجبالي، دونك سي اون جينيراسيون اللي نستناو منها برشا، عطاتنا مؤشرات ايجابيه، اكيد كونه المسار الطبيعي نتاعهم ان شاء الله يكون المنتخب. السؤال كيفاش تحبني نجاوبك عليه؟ الخطه عندي اكيد كونه نحضروا لي سيناريو كل، كيف ما حكيت لك ان شاء الله نكونوا موفقين، عندنا 26 جوار، عندنا 2 ماتش، ان شاء الله نعطيه اكثر ما يمكن طون جو للملاعبيه كل.